وكان يرى فكره هذه البلاصه فاش كيديروا غسيل الاموال زعما كيغسلوا فيها الفلوس. هنا كاين واحد المغاره قرينا النور هنا شتو شتو وهاد المغاره حبيباتي فاش لقاوها مازال لحد الان كيقولوا لك بان العلماء ما عارفينش زعما التاريخ ديالها. انتم عرفتوا دابا تقريبا كل شيء ولا معروف، الاهرامات وقتاش، الحضاره الفلانيه وقتاش، هذه مازال ما عرفوش شنو هو التاريخ الحقيقي ديالها، وما عارفين شنو هو اللي كان، علاش زعما كانت مديوره، واش كانوا كيتخباو فيها، واش كانوا وكلها لقاو فيها هكا نحوت و وهانتم غتشوفوا معايا كل شيء. ولكن قلت لكم ماشي مؤرخه، ما عارفينش وقتاش تصايبات ولاش من سبب تصايبات. فهي صغيره ما كبيرهش بزاف، ولكن هكا قلت لكم كلها بهاد النحوتات ولا الانحات ولا اسمحوا لي ما عرفتش شنو كيسموا النحت زعما، وقصيره. عرفتي واش الناس اللي كانوا في ذاك الوقت كانوا قصار بزاف ولا كانوا هكا كينزلوا معوجين؟ المهم خصك تستوى عاد تقدر تدوز زعما، ما يمكنش تدوز واقف. كتدخل عاوتاني لداخل عاد كتلقى بلايص اخرين عاوتاني محلولين بحال البيوتا، وكلهم هكا غير 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 حفاري في وسط هذا الكهف، وفيهم شي حوايج محطوطين في الارض حتى هما بقاو، هذاك الشيء بقى ما مشى منه والو، ما تهرس ما حتى شي حاجه. هادشي اللي غريب في هذا الكهف هذا. كنتمنى اي واحد فيكم جا اليابان ما ينساش يجي لهذه المدينه الجميله جدا، مدينه كاماكورا، مدينه ثقافيه سياحيه جميله جدا جدا جدا. وهنا يا حبيبتي هذا هو لو جاردان جابوني تيبيك، هذا هو الحديقه اليابانيه الاصليه.
كتكون هكا على هذه الطريقه هذه، كيكونوا فيها هاد الشجيرات، ولكن اللي اهم عندهم هي هاد الرمله باش كيصايبوا الارض، كي بحال كيطرزوها بحال كيصايبوها بواحد الطريقه. يوميا يوميا هاد الكهنه وهادو اللي خدامين هنا كيجيو كيصايبوا هاد الزواق في الارض، وكيحطوا واحد الحجر كبير انتم غتشوفوا هادو باش معروفه الحديقه اليابانيه، ما كيكونش فيها الورد بزاف وداكشي، كتكون فيها غير الخضوره وهاد الرمله ولا هاد سميتو اللي كيزوقوه، وكيكون فيها هاد الحجر كبير، فزوينه بزاف وزعما معروفه بها الحديقه اليابانيه. هذا هو الستيل ديالها، كتعجبني بزاف، كترتاحي فيها، ما فيهاش زعما شي حاجات اللي غيضيقوا النظر، ولا كتكون تري سامبل ولكن بدقه، واحد الدقه لا نهائيه. これは面白いんだ。マスクしてるところ。出るマスク。和み地蔵。なんか優しそうな顔してるね。ねえ。高尾さん行くのか。高尾さんも綺麗なの？僕はもう足の構造がいいね。はい、あ。行く。行きますね。もう開かない。顔綺麗。うん。صافي يا حبوباتي، وفي الاخر ديال النهار حنا جينا نديرو دوره في هاد المدينه في لو سونتر ديال لا فيل. هانتوما كتشوفوا اكثريه اليابانيين فاش كيكونوا جايين لهاد المدينه ولا واحد المدينه اخرى سميتها كيوتو، كيحاولوا يلبسوا الكيمونو ديالهم زعما اللبس التقليدي، بحال هاد البنيه وهاد الوليده انتوا جايين زعما دايرين ديت ولكن جايين لابسين لو كيمونو، بحال هاد البنيه اللي جات تصور هنا دابا غادي يكون عندها يمكن العيد ميلاد ديال 20 طون، كيجيو لهاد البلايص كيستمتعوا زعما بداك لو كيمونو ديالهم بالجماليه ديالو بهاد الطبيعه الجميله، كياخذوا دي فوتو. تيكينا كاكو ديسني كونيتوا كونيتوا. هادي اللبسه ديال سيرجي، هادي اللبسه ديال الراجل الجابوني اللي كاين دابا الرجال الجابوني سيرتو هادو اللي خدامين هنا في هاد لي طونط كيلبسو بحال هكا. كنا فاميلي سوغوي كاواي مينا كونيتشوا سانساي ديسكا سانساي اغوساي اونيتشاما ناناسا سيغو سان ديسكا. هادو هنايا الوليدات فاش كتكون عندهم 3 سنين و 5 سنين و 7 سنين كيلبسوهم هاد اللبسه وكيجيبوهم لهاد الطومبل يديروا يصليو داكشي، المهم عندهم واحد العقيده ديالتهم وصافي كيديروها كل كاع لي فامي كيديروها لوليداتهم. لا شبه هادي نازلة من هنا شادة في واحد الرتيلة من الفوق كتبان بحال طايرة في السما، هي راه واحد الخافة ديال الرتيلة كومو هاتا شي مو بيكوليش تاتون دير نوكا تموتا فوال ستيكي ني ساكي وبويتي تاكاراو どうやってつなげたんだろう。すごい。قلت لكم هذا الجبل كله هكا بهاد لي طومبل. هكا كيكون واخا يكونوا في وسط المدينة. هذا عريس وعروسة، هذه هي اللبسة التيبيك ديالتهم، ما كيلبسوش الكسوة البيضة بوحدها، هاد المتدينين كيلبسو هكا، العروسة كدير هداك فوق راسها بحال الحجاب.
素敵な素敵な二人、おめでとうございます。おめでとうございます。すごく綺麗、お幸せに。ありがとうございます。صافي، كانت هذه هي مدينة كاماكورا التاريخية، العاصمة القديمة لليابان. والناس هنا دابا راه هذا هي البومب اللي معروفة بزاف هنا، فباش يطلعوا ليها كيخصك تشوف الناس شحال شادين ديال الصف، وكيدخلوا غير بشوية بشوية، أربعة غير فامي باغ فامي. فما كرهتش ندخلكم تشوفوها حتى هي، ولكن ما مرة دا واش كي ديالها من برا، ولكن زوينة بزاف بزاف بزاف. دابا هاد الناس هنا ورا الاخرين تاني واقفين فوق كيف كيما صافي يا حبوباتي. هنا غادي تكون سالات الدورة اليوم، كنتمنى تكون عجباتكم، وإلى اللقاء. باي باي.